دفاعي وخطا دفاعي لهداف الدوري محمد عاطف من الهدف الثاني لطنطا في الدقائق. كوره في مكان والصوره الثاني عند عاطف، لعيب ممتاز عنده قدم يسرى ممتازه. محمد عاطف يلعب الضربه الركنيه تطلعها على طول عرضيه وعدت الكل وهدف ولا ايه؟ تطلعها مره ثانيه وايه وهدف. نص الملعب مقطوع عند حسون، ادي هجمه خطيره على طول عند عاطف، ادي عاطف عند حسون، فان لكل عاصفه سكون. ويريح نادي طنطا وجماهير نادي طنطا. من الدح العاطف، عاطف بيلعب العرضيه من اعلى نقطه وجون افرو لعبت لمحمد عاطف، عاطف بص وقال له خد يا شامي نادي طنطا، لكن هدف جميل جميل للاعبي طنطا. توصل ليه حسون، حسون بيلعب مع عاطف، عاطف ال1 2 راحت في لقطه دراماتيكيه ومن فوق السادسه وهدف سجله النار. على طول الكره عند عاطف وادي عاطف جول جول جول. الكره خدماته 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 وارتطمت في راسه وما حب حد تروح له، حب الكره الكره تحب حب الكره. ومن فريق وادي دجله من اجل هز عرضيه وراسيه دفاعي يا ولدي والفرحه براسيه كوره بال نادي رايه في قدم الموعد. كان على طول الكره ملعوبه في اتجاه نانا انطوي، يمرر الكره خطره جدا من احمد حسني الراسيه ده بيلعب العرضيه للشامي تاني الشامي وممكن العرضيه الاحلى عاطف الاحلى تتلعب العرضيه لنانا انطوي كوره على طول اتلعبت، لكن شوف الحريف عاطف وشوف ضربه الراس والتوجيه من اللاعب طنطا العاطف، لكن عاطف والشامي شكل تاني تطلع طنطا في الناحيه الاماميه. شوف عاطف عاطف الطوليه في اتجاه محمد عاطف كورته على الارض افضل عاطف انا، لكن بص عاطف لمها عاطف وخد الاماميه ممكن تخدمه وايه وممكن هدف. احداث الشوط الاول في ملعب الايسر يرد على طول ترجع لطنطا تصويب كوره واي مهاره اي روعه وما يقدمه طنطا. بص الركنيه وبص عاطف وبص شريف لاكاستا هدفين، لكن خروج خاطئ في هذه اللقطه والهدف مع بدايه يعني من احمد ايمن ترجع من تاني عند عاطف، لعيب ممتاز عنده قدم يسرى ممتازه. ادي عاطف يعلق الكرة وادي الرأسية محمد عاطف محمد عاطف عاطف عايز يعدي لشهاب شهاب شهاب لعاطف اللي احرز الهدف اللي ادي العرضية الركنية جوه منطقة الجزاء ضربة الراس توصل لمحمد عاطف اخطر لاعب في طنطا تتلعب للنجار حسين شيكا شيكا تتلعب العرضية العرضية لعاطف لكريم وتسديدة ترجع لورا تتلعب على طول العرضية يسر لحسين زكري وبتطلع وتبقى ضربة مرمى مركون شيبين اللي كان في الموسم المنقضي وكان جوه الصندوق والارتقاء العالي خطيره انطوي وخطيره جوه الصندوق وبين الجميع وجوه الجون وجوه الجون والهدف الاول لاعب المهاري محمد عاطف. محمد عاطف بيلعب البينيه حافظ بكورته بينتظر محمد عاطف القادم من الخلف في دوري القسم الثاني خاصه اسلام بدماغه لكن بترجع وبياخدها محمد عاطف وضربة جزاء محمد عاطف تاني عند حسون محمد عاطف على حدود منطقة ال 18 كان سجلهم محمود مندوب ادي على طول عاطف يلعب الكرة وادي الرأسية يعني زيكو وقع خارج الملعب النادي حسن لو تعدى من النادي على طول أمامية ضيف إهمال إهمال في لعب الكرة توصل مرة تانية يمين في اتجاه شهاب شهاب بيلعب للقطر يا أسامة نجار بيباصي أسامة النجار تتلعب الحسيني بيلعب العرضية وسهلة حسون حسون يرجع عند عاطف دفاع أسوان ما بيشتتش فيها خطورة يعمل تاكل محمد عاطف ركلة ركنية المرة دي على القائم البعيد مين حضراتكم صانع الفارق لمحمد عاطف عاطف ده محمد عاطف محمد عاطف لعيب موهوب عايز يعدي عايز يعدي عدى 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 يسلم على طول أمامية تمشي فرصة النادي لكن أهل لاعب نادي السكة الحديد تتلعب الضربة الركنية من محمد عاطف مرمى لشهاب شهاب بيلعب لعاطف الكل توصل مرة تانية لمحمد عاطف محمد عاطف بيلعب للمساعدة ولكن من على بعد توصل علي. توصل مرة تانية لمحمد عاطف وقف كورته عاطف عاطف حريف وهو محمد عاطف أحد اللاعيبة الممتازة جدا في اللي بيبحث عنها كل لاعبين داخل أرضية الملعب مش عاطف 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 لسه الكرة مع عاطف وبيضغط محمد عاطف وبياخدها وبيلعب الكرة وهدف أول لمحمد عاطف
هدف اول لطنطا بيحرزه محمد عاطف مهاجم فريق نادي طنطا لتتقدم